السلام عليكم. الحمد لله وصلت قبل الدكتور سامي. أول ما عرفت إنه هيعمل الحلقة النهاردة عن العيش والدقيق قلت ألحق أنا أشرحها وقبل ما يجي هو ويقعد بقى يشرح حاجات علمية وأبحاث ووجع دماغ ودوشة. فأنا جبت معايا لوازم الشغل أهو: عيش فينو، بتون سليب السمسم، بقسماط عشان نسقي مع بعض، قرص، جبت كمان مكرونة عشان يمكن بيعمل بشاميل. ودلوقتي هشرح لكم كيفية عمل رغيف العيش بالجبنة عشان العيال في المدارس الصبح. أول حاجة تمسك الرغيف وتجيب السكينة كده، السكينة اللي الستات بتقتل بيها جوازها اليومين دول، وتروح حاططها في الرغيف شق ونصين. ما شاء الله، أنت بتعمل إيه هنا؟ وإزاي تتهجم على الناس كده في حلقاتها؟ ما أنا لقيتك بقى اتأخرت فقلت أشرح شوية وأعرف الناس شوية معلومات مهمة يعني. طب وانت تعرف ايه عن الحلقة؟ انا شايفك جايب عيش وزبادي واكل، وايه الحاجات دي كلها؟ انت ايه مصدرك في الحلقة دي؟ ايه مصادرك؟ يعني بحث علمي كبير مشهور يعني في اكبر المجلات العالمية ولا ايه؟ ولا ايه جايبه منين؟ طبعا عندي مصادر. شفت فيديو على القناة بتاعة اليوتيوب بتاعة ماما نوسة لصناعة البسبوسة. هو انت بتجيب معلوماتك من فيديوهات؟ ماما نوسة دي جبارة، دي عامل التركيبة ترجع الشعر اسود في 5 دقايق. ياه، 5 دقايق ازاي؟ بص يا سيدي، تجيب فحم اسود من القهوة، اي قهوة تحت عندكو في اي حتة، اقرب قهوة لك، وشوية قهوة بودرة، قهوة بقى من اللي بتتشرب بس تكون وسط، لا غامق ولا فاتح. تشتري معاها ازازة بيبسي تكون لتر، وازازة خل، دول تجيبهم من عند البقال اللي جنب القهوة على طول، وتروح على العطار تجيب شوية حنة وتخلط الموضوع ده كله على بعضه، وتلبس جوانتي بس بلاستيك عشان ما يلسعش ايدك، وبعدين تاخد العجينه دي كلها وتحطها بقى على دماغك وتنام لغايه الصبح. ما شاء الله، ودي ترجع الشعر اسود ولا تشيله خالص؟ لا دي جباره. ايه العك ده؟ ما انت طول عمرك مش غاوي تعب، كل شويه تروح تلعب هنا وتروح، وانا سيبني انا بس، انا اللي قاعد اذاكر واعمل ابحاث واجهز ابحاث، وانت تروح تتفرج لك على فيديوهين وخلاص هتقدر تشرح حلقات. يعني ممكن بقى تتفضل علشان نعرف نكمل الحلقه دي ونشرح للناس حاجه كويسه. طب هقعد شويه هنا مع شويه المخبوزات اللذيذه دي كده واتسلى كده وانت عمال بتشرح شويه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، زي ما شفنا من الأخ سامي العزيز اللي ايه ده؟ شرفنا يعني في انا الحلقة نسيت ديت حقنة الانسولين، فجأة، مضطر اقوم دلوقتي حالا. السلام عليكم. إن إحنا هنتكلم على أنواع الدقيق، وإزاي في بلدنا إحنا بنرتكب جريمة جدا يعني كبيرة جدا من غير ما نقصد، وبندمر بيها صحة المجتمع المصري والله أعلم المجتمع العربي كله. الدقيق عندنا فيه دي بيسموه الهول جرين، الهول جرين ده يعني الحباية الكاملة اللي هي بدقيقها المطحون بالردة بالنخالة بالزيت القليل اللي يبقى في الدقيق ده كله، كل ده بسميه الحباية الكاملة. احنا بنعمل ايه بقى في بلادنا؟ احنا بنيجي يعني ننخل الدقيق ده ونشيل الردة دي، بنقول دي يعني ردة وبنرميها والكلام ده، ونعمل الدقيق صافي من الكلام ده. وساعات بعض دي بيبقى صافي خالص بيسموه الدقيق الزيرو، ده اللي بيعملوا بيه بقى معظم المخبوزات والحلويات والبتيهات والعيش الفينو والحاجات اللي كان جايبها دي كلها الاخ ده، كان جايبها كلها، كان حاططها كلها معمولة بالدقيق زيرو. ففي نوعين من الدقيق، النوعين يمكن بره موجودين، يعني بره بيعملوا عيش بالنوع الهول جرين ده اللي هو الحبايه الكامله، ويعمل لك عيش بالدقيق التاني المنخول ده. فحبوا يعرفوا الحكايه يعني هل مين فيهم احسن للصحه؟ هل الاثنين زي بعض؟ ففي برنامج معمول عندهم في امريكا على مدار 18 سنه، معمول على الاف البشر. الهدف من البرنامج ده ان هم يعرفوا مدى تاثير حاجات كتيره جدا على صحه الانسان، من ضمنها الدقيق اللي بياكله الانسان في المخبوزات بتاعته. فالبحث ده بحث كبير جدا، واتعمل وهو منشور طبعا في جورنال كالعاده، احط لكم البحث بتاعته للاطباء وللمهتمين. انا بحط البحث في صندوق الوصف اللينك بتاعته، وبحط كمان ملخص، يعني مش ملخص كبير ساعات بالعربي للنقط المهمه في البحث للي غاوي يقرا بالعربي ويعرف
كلام يمكن اكتر من اللي انا بقوله في الحلقة. اللي مؤلف البحث ده او الاول، احنا هنروح جامعة اسمها جامعة تافت في مركز اسمه جيم ماير USDA Human Nutrition Research Center on Aging، مركز ابحاث للشيخوخة، مركز ابحاث للشيخوخة، وهنشوف الدكتورة نيكولا ماكيون، نيكولا ماك ماكيون، نيكولا ام ماكيون. الدكتورة نيكولا ماكيون ديت عملت البحث ده ونشرته في مجلة كبيرة جدا على 3100 شخص على مدار 18 سنة، وكانوا ياخدوا قرايات وقياسات الناس دي كل 4 سنين، بيقيسوا 5 حاجات، يقيس الوزن بتاعه، يقيس الوسط بتاعه، يقيس الضغط، ويقيس السكر، ويقيس الكوليسترول، يشوف الكوليسترول الضار والكوليسترول السيء، ويقيس العوامل الحيوية اللي بتدل على صحة الراجل ده بتتقدم ولا بتتأخر. فالتلات تلاف دول نصهم كان بيستخدم الدقيق المنخول، الدقيق اللي من غير نخالة، اللي زي الزيرو والحاجات دي، ويحب يأكل بقى الحلويات والباتيهات ومش عارف ايه والكلام. النص التاني اختار ان هو يأكل الدقيق الكامل، الحباية الكاملة، الهول جرين ده اختاروا، وبعد كل 4 سنين يقيسوا التطور الوضع بتاعهم. فلقوا ايه بقى؟ لقوا ان الجماعة اللي هم ماشيين على الدقيق الكامل اللي هو يعني بياكلوا بقى بما يعادل من رغيف لرغيفين في اليوم من الدقيق الكامل ده، فلقوا ايه؟ وان كل 4 سنين لما يقسلهم الخمس عوامل دول، الضغط والسكر والوزن والحجم والوسط والمش عارف ايه والكوليسترول والكلام ده كله، الحاجات الحيوية مهمة جدا اللي بتدل على صحة الانسان دي، والناس دي كانوا مختارينهم من بداية سن 37 سنة، يعني مختارين ناس اصلا يعني كبيرة، مش جايبين عيال صغيرة، التغير هيبقى عندهم بطيء لان هم شباب، فترة الشباب دي التغير في الصحة او التدهور في الصحة بيبقى بطيء جدا. فقال لك، بيقول لك ايه بقى الست نيكولا ماكيون دي بتقول، اظهرت النتائج ان كل فترة 4 سنين الحجم او الخصر متوسط الوسط ده زاد حوالي نص بوصة عند الناس اللي بتاكل هول جرين، ما زادش تقريبا كتير، وزاد الضعف بكتير جدا، زاد يعني حوالي 1.5 بوصة عند الناس اللي هم بياكلوا بقى الحاجات الايه الدقيق المنخول، المطحون والمنخول ده، ومتشال منه النخالة بتاعته. طيب ماشي، يعني ده في زيادة، مش مشكلة الزيادة في الوزن دي. طيب ايه بقى بقية العوامل؟ لو ان متوسط الزيادة في السكر في الدم عند الناس اللي هم بياكلوا الدقيق المنخول ده، الدقيق الزيرو والحاجات دي، السكر عندهم بيعلى بطريقة كبيرة، ومتوسط الزيادة عنده كبير، وتابعوا برضو ايه الضغط، لقوا مستوى الضغط عندهم برضو يعلى اكتر من الناس التانيين، ولقوا احنا قلنا مستوى السكر ومستوى الضغط في، ولقوا كمان مستوى الكوليسترول والترايجليسرايد بيزيد عنده. يعني باختصار ايه؟ باختصار يعني الحته دي هي ما لهاش بحث، باختصار الناس دي بتشيخ بمعدل اسرع من الناس اللي بتاكل ايه العيش او بتاكل اي حاجه معموله من دي الحبه الكامله، بل بالعكس، لقوا ان الناس اللي عايشين الحبه الكامله دولت ممكن يخسروا وزن بسهوله، سهل جدا يخسروا وزن بسهوله جدا ويعملوا رجيم وبيجيب نتيجه معاه، يعني بمعنى اصح ان نسبة شبابهم بتستمر لفترة اطول. طيب ده بالنسبة للبحث بتاع نيكولا ماكيون ده، نتيجة سريعة واضحة يعني ما فيهاش كلام. احنا بقى بنوصف ايه؟ بنوصف بلدنا يا جماعة، احنا بنجيب القمح وبنطحنه وبنشيل منه الردة والنخالة من زمان، بقالنا سنين طويلة جدا، وبالتالي عندنا المصريين يعني بيعجزوا بسرعة، بيشيخوا بسرعة، الكوليسترول عندهم مرتفع، الضغط عندهم مرتفع، الشيخوخة عندهم بتزيد، صحتهم بتتدهور، وبنرجع بعد كده احنا عشان حاجة بسيطة جدا عملناها ان احنا نخلنا الدقيق وشلنا الردة منه بقى وقلنا خلاص، بنرجع احنا بعد كده كدولة نصرف مئات الملايين على صحة الناس دي، سواء هم بيصرفوا على حساب الدولة او سواء هم بيصرفوا على نفسهم. لكن لو احنا غيرنا في بلدنا، ودي سهلة جدا، جعلنا العيش كله يبقى بالدقيق كامل، عيش بني كده كامل كله بنخلته وبتاع، هنبقى بنقي الناس وبنأخر معدل إصابتهم بالأمراض، وبالتالي بنوفر على الدولة وعلى المواطن مصاريف كبيرة جدا. فأرجو يعني إذا كنا هندعم نوع من العيش، احنا بندعم عيش دعم كبير جدا، إذا كنا هندعم العيش، ندعم العيش ده، العيش الصحي ده، لأن كل جنيه هنحطه فيه الدقيق ده
هيعود علينا بوفر 10 جنيه في صحه، في المصاريف على صحه الانسان. فده نداء الى يعني ذوي المسؤوليه واولي الامر ان هم يتولوا موضوع، نداء ان تولوا الموضوع يا جماعه الهول جرين، يا جماعه الدقيق الكامل، سيبوكوا بقى من انك تقول انه خاله وشله. وعلى فكره يعني في الصيدليه كبسولات اسمها براند، براند يعني رده، تروح الصيدليه تشتري كبسولات براند، علبه كبيره فيها 100 كبسوله ورخيصه جدا، عباره عن ايه؟ الرده حاطينها في كبسوله. طيب ليه يعني تفيد؟ قال لك في بتحب تساعد على التخسيس، يقول لك خد كبسوله او اتنين قبل الاكل تقوم بتنفش وتملى بطنك، فتخلي الهضم يبقى بطيء مش سريع، ويقوم السكر ميخش جوه جسمك مره واحده كده ويعمل يهجم عليك يبوظ لك الدنيا، فيحصل ايه؟ يحصل رجيم. يعني احنا بنشيل الرده من العيش والحاجات ونرجع نديها نقول للناس اشتروها في كبسول وخدوها عشان صحتكم. الرده دي حاجه مفيده، معظم الفيتامينات الموجوده في الدقيق موجوده في الرده دي، البروتينات موجوده في الرده دي، الرده دي ما فيها نسبه مغنيسيوم عاليه ونسبه بوتاسيوم عاليه، النسب دي الجسم الانسان محتاجها. انت بتشيل الفايده اللي في البتاع ده الدقيق وترميها وتديله السكر. الدقيق الابيض ده عباره عن شويه نشا، شويه سكر ما لهمش اي فايده، فبل بالعكس ضررهم كبير. فنداء الى كل انسان يسمع هذا الفيديو ويكون في موقع مسؤوليه ان احنا نغير بقى من سيست، مش هتخسرنا حاجه، بدل ما نشيل بل بالعكس هنوفر موضوع النخاله ده، بدل ما نشيل النخاله لوحدها وتروح للحيوانات والكلام ده، لا خليها مع الدقيق ونخبز بيها العيش ونقلل تدهور في صحه الناس ونوفر ملايين ان لم يكن مليارات على المدى الطويل من صحه الانسان. دمتم بصحه وخير وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.